عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي يبحثون حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في ثاني أيام دورتهم 36 في نواكشوط. ممثل الصحراء لدى الاتحاد الإفريقي يقول إن قمة نواكشوط ستناقش ملف القضية الصحراوية خلال يومها الأول. التجديد الديمقراطي وحزب الوطن يعلنان عن تحالف مشترك بينهما لخوض الانتخابات القادمة المقررة شهر سبتمبر القادم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأ بنافذتنا اليومية على القمة الإفريقية المرتقبة بنواكشوط. حياكم الله. ناقش الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي خلال اليوم الثاني لجلساتهم في نواكشوط مواضيع بينها حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في إفريقيا، كما شملت النقاشات المغلقة للممثلين الدائمين في دورتهم 36 العادية الحكم الرشيد والتجارة الحرة بين البلدان الإفريقية. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن هذا التقرير. اليوم الثاني لجلسات الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، نقاش مستفيض لملفات وقضايا عديدة، حيث قدمت تقارير من طرف لجان مختلفة شكلت صلب نقاش المجتمعين بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة نواكشوط. جدول الأعمال ينقسم إلى عدد من الأجزاء. الجزء الأول هو تقارير اللجان الفرعية التي ترفع إلى لجنة الممثلين الدائمين للبث فيها والقيام بتمحيصها واتخاذ قرار نهائي ليكون جزء من التقرير النهائي للجنة الممثلين الدائمين. والجزء الآخر هو تهيئة جدول أعمال مجلس الوزراء الخارجية الذي تبدأ أعماله يوم 29 وينتهي يوم 30 وبعدها القمة. وقد شكل موضوع محاربة الفساد أحد المواضيع التي تطرقت لها نقاشات الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي خلال دورتهم 36، فالتصدي لمحاربة الفساد يعتبر أحد الوسائل الناجعة للنهوض بالقارة الإفريقية وتنميتها، يقول مشاركون في جلسات النقاش. لقد ركزت الدورة السابقة للاتحاد الإفريقي على موضوع محاربة الفساد، وهو الموضوع الذي تشكل الدورة الحالية امتدادا له. وقد نوقشت خلال جلسات اليوم قضايا عديدة تتعلق بالمالية. أنا راضية عن مستوى النقاش الذي دار والذي ركز على ضرورة التصدي للفساد في إفريقيا من أجل نهوض القارة وتنميتها. وإلى جانب ذلك حضرت خلال النقاشات قضايا أخرى بينها حقوق الإنسان في إفريقيا والتجارة الحرة والحكامة الرشيدة. تباينت خلالها وجهات نظر المشاركين بتباين التقارير المقدمة من طرف اللجان والفرق المختصة. الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي ركزوا في اليوم الثاني لجلساتهم على نقاش التقارير والملفات التي ينتظر أن تشكل أرضية للقادة الأفارقة خلال قمتهم المرتقبة مطلع الشهر القادم. محفوظ لسالك المرابطون، نواكشوط. قال الأمين بعلي الممثل الدائم للصحراء لدى الاتحاد الإفريقي والسفير لدى إثيوبيا في تصريح لقناة المرابطون إن القضية الصحراوية ينتظر أن يقدم تقرير بشأنها خلال اليوم الأول للقمة الإفريقية المرتقبة في نواكشوط. وأضاف بعلي في تصريحه لقناة المرابطون أن مفوض الاتحاد الإفريقي موسى فاكي كلف من طرف الاتحاد بالاتصال بالطرفين الصحراوي والمغربي وموريتانيا والجزائر بصفتيهما طرفين في ملف التسوية، وينتظر أن يقدم تقريرا حول اتصالاته. موسى فاكي في قرار 677 و653
تم يعني تكليفه بالقيام باتصالات على مستوى الأطراف المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكذلك على مستوى الدول المنطقة الجزائر وموريتانيا باعتبار لأنهما يعني مراقبين في مسلسل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية في تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية بشكل عام. فعلا قام موسى فكي بهذه الزيارة ومرتقب أن يقدم هذا التقرير في اليوم الأول من القمة بعد الافتتاح، مبرمج موجود في جدول الأعمال. محتوى التقرير نتمنى أن يكون محتوى يسمح إلى الحصول على تطور، الوصول إلى يعني تقدم لتقرير لتنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي واحترام ميثاق الأمم المتحدة الذي يحفظ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. يشكل موضوع التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية أحد الأهداف التي رفعها الاتحاد الإفريقي لدى تأسيسه عام 2002، ويتجدد النقاش بشأنه من حين لآخر، ولا يستبعد بعض المتابعين أن يشكل التكامل الاقتصادي أحد المواضيع التي سيناقشها القادة الأفارقة خلال قمتهم 31 المرتقبة في العاصمة نواكشوط. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية هدف كبير من أهداف الاتحاد الإفريقي منذ عقود، ويتجدد نقاشه الآن في قمة نواكشوط في ظرفية هامة من تاريخ تحولات القارة، مع مشروع آخر هام يتمثل في المنطقة الإفريقية الحرة التي سيناقشها القادة كمشروع قاري كبير يجري التحضير لإطلاقه في وقت قريب. فمنذ سنوات مضت اعتمدت الدورة العادية 18 لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا بإثيوبيا في يناير 2012 قرارا بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية بحلول عام 2017. وأيد مؤتمر القمة أيضا خطة العمل بشأن تعزيز التجارة البينية الإفريقية التي تحدد 7 مجموعات هي السياسة التجارية وتسيير التجارة والقدرة الإنتاجية والهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة والتمويل التجاري والمعلومات التجارية وتكامل أسواق العمل. وستضم الرابطة 54 بلداً إفريقياً يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من مليار نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 3.4 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان إفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، أي 26% من سكان العالم في سن العمل. كما أن سوق التجارة الحرة هي سوق دينامية للغاية، مع اقتصاد يقدر أن ينمو بمعدل ضعف معدل نمو العالم المتقدم. ومع وضوح فكرة التكامل الاقتصادي الإفريقي ووصولها لمرحلة التخطيط الكلي وإقرار مشاريع عملاقة، إلا أن ثمة عوائق ذاتية كبيرة تحول دون نقل التصورات التي يقترحها الخبراء إلى أرض الواقع وممارسة التجربة ذاتها بشكل فعلي. فتجارب الفشل الاقتصادي بالتجارب المحلية ينذر بفشل التجربة الكبرى المنتظرة، غير أن الدور المفتوح للليبرالية ورأس المال الخاص والإدارة الحرة قد يشكل فرصاً جديدة لنهوض القارة عبر هذه التجربة. كما أن تجارب الفشل السابقة تعتبر عاملاً إيجابياً في وعي القارة يدفعها لتفادي الفشل المحتمل في المستقبل. أعلن حزب التجديد الديمقراطي والوطن عن تحالف مشترك بينهما في الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية القادمة. وقال الطرفان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نواكشوط إنهما سيتقدمان بلوائح مشتركة خلال الانتخابات التي أعلنت الحكومة الموريتانية عن بدئها شهر سبتمبر القادم. نعلن أن التجديد الديمقراطي وحزب الوطن قروا بأنهم يشتركوا في هذه الانتخابات لاستحقاقها. إنه إن شاء الله ندور نعدلوا لوائح مشتركة في النيابيات وفي الجهويات وفي البلدية. هذا تحالف مبني
الاتلوال المترشحين نقيين سعيا منهما لتوحيد الجهود والتنسيق الطاقات. اتفق حزبات تجديد الديمقراطي والوطن على التحالف في خوض الانتخابات القادمة بلوائح مشتركة، ويأتي هذا التحالف في ظل تشرم الساحة السياسية عامة والحزبية خاصة مع تراجع ملحوظ لدور الأحزاب السياسية في استقطاب المواطنين وفي تحريك القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطنين. كما أن الأوضاع السياسية العامة للبلد تتميز بالتعقيد المتزايد لدرجة اقترابها من الانسداد، فضلا عما يعانيه شعبنا من ضيق في المجال الاقتصادي. قال رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية عادل يحيى والأحمد الوقف إن الحزب سيتقدم بمرشحين على مستوى بلدية كيهيدي، كما سيقدم لوائح نيابية ومرشحين جهويين. جاء تصريح الأحمد الوقف في خطاب ألقاه خلال مهرجان نظمه في مدينة كيهيدي بمناسبة افتتاح الحزب منسقية جهوية له بولاية غورغول، حيث عبر عن سعيه لإبرام تحالفات مع قوى المعارضة من أجل نجاح مرشحيه. هاي الانتخابات لا تعود أولا بلدية، وإحنا راجين أن في بلدية كيهيدي نقدموا مرشحين يتعودوا أنتم هم المقدمين، هم كيف قال لكم أحمدناه، ما نحن هم المقدمينهم يا غير اللي تقدموهم سمحوا لي اللي تقدموهم لا يندعموهم ولا ينعملوا على انهم ينجحوا ولا يتحالفوا مع قوى المعارضه من اجل نجاح، كذلك لا يقدموا لوائح نيابيه ولا تعودوا انتم هم اللي مختارينها واحنا هم اللي داعمينها ونسعوا معاكم لها، ولا ينختاروا مرشحين للجهه معناها جهه غورغول ولايه غورغول ولا يعودوا فيها المقاطعات والبلديات كاملة وانتم هم اللي تختاروها. خيار المشاركة في الانتخابات القادمة المجموعة من المعطيات، احنا قد قاطعنا الانتخابات ودور يقولوا واحدا علاش يشاركوا غيرك، قاطعناهم بينا رفضا للمسار ورفضا للطريقة المعدلة بها الانتخابات، وذيك الساعة ذيك المقاطعة جابت نتيجتها، ذاك الشارك من المعارضة اجبر نتيجة المشاركة فيه، وذاك القاطع خلى أزمة سياسية تمت قائمة وتم النظام اللي يلود للحلول ما قدرها. يعتبر إصلاح وبيع ومسح الأحذية مهنة غير مصنفة، لكنها تستوعب عددا من الشباب الموريتاني معظمهم قادم من داخل البلاد بحثا عن فرص عمل. ورغم ضعف المردود المالي لهذه المهنة إلا أن العاملين بها يشكون عمليات المطاردة التي يتعرضون لها من طرف السلطات. التفاصيل في سياق هذا التقرير. صف أدواته ونعاله وجلس على قارعة الطريق، عيناه واحدة على مهنته وقوت يومه والأخرى على مطارديه، وهكذا يفعل كل يوم. إنه محمد الأمين القادم من مقاطعة كيهيدي والمشتغل بمهنة إصلاح وبيع ومسح الأحذية منذ 10 سنوات بدخل يومي في حدود 2000 أوقية. لا يتطلب منه وصف ظروف عمله كبير تفكير، فلقد ساءت كثيرا خلال السنوات الأخيرة وساءت أكثر بعد تبديل قاعدة العملة، أو هكذا يقول. منذ جاء الرئيس الحالي قست ظروفنا، كل شيء صعب. نعم صعب جدا، ومنذ جاءت العملة الجديدة زادت الصعوبة علينا. استبشرنا خيرا في البداية بتغيير قاعدة العملة، فجاء الأمر عكس ما توقعنا. ليس محمد الأمين الوحيد على الساحة المعاني، فهنا اختار هؤلاء عرض بضاعاتهم جديدة ومستعملة من مختلف الماركات، وهي على تنوعها لا تخلو في المجمل من انتقادات المواطنين، فالرخيص منها رديء وللجودة أثمان باهظة. راهم فقراء لا يتم كل أسبوع شهر عيد، كل أسبوع أنا دي عندي مدرسة تلاميذ كل أسبوع بدرين عيد، لا ننتحم الشمس يخسروا ولا لين يحركوا شوي ينقطعوا، معناه ان اللي جينا من بطاقه قالوا نعايد شي فيافي. ورغم الانتقادات التي يوجهها البعض، يواصل هؤلاء رحله كفاحهم، يعرضون تجارتهم املا في تحصيل حاجيات الحياه
وعندما تبدأ هذه السيارة التحرك يبدأون رحلة الفر هربا من حجز بضاعتهم والإجراءات التي ستتبع ذلك. فاطمة السعر واحدة من نحن مزلنا مكافطين نشتك حالي رأينا مزلنا مكافطين جينا مع أصباح ربنا يشوف جينا تاي يقعد ننتظرهم لحين ما قاموا جينا تاي مكافطين هو الصعب الشهرين هذا النبي الحمد لله 6 شهر ل5. صدق الحدس عليا، وها هو الآن بدأ تجميع بضاعته تمهيدا للاستحاب، فقد اقترب المطاردون. يوفر أمثال سليمان ومحمد الأمين للمواطنين الموريتانيين النعال تجارة وخدمات، ويعتبرون المطاردة التحدي الماثل أمامهم والشبح المرتقب في كل حين. محمد أحمد الخوية، المرابطون، وعكشوط. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. الممثلون الدائمون للاتحاد الإفريقي يبحثون حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في ثاني أيام دورتهم 36 بنواكشوط. ممثل الصحراء لدى الاتحاد الإفريقي يقول إن قمة نواكشوط ستناقش ملف القضية الصحراوية خلال يومها الأول. التجديد الديمقراطي وحزب الوطن يعلنان عن تحالف مشترك بينهما لخوض الانتخابات القادمة المقررة شهر سبتمبر القادم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد وتناقش موضوع ملفات القمة الإفريقية المرتقب تنظيمها في نواكشوط. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.